القبض على لاعب الأهلي السابق ولاعب المصري الحالي صلاح محسن بعد دهسه للشاب في التجمع الخامس. الزمالك يشكو محمود كهربا بسبب شيكات بدون رصيد. اليوم أحمد شوبير على قناة الأهلي يستضيف إمام عاشور في حلقة خاصة جدا وحلقة من المتوقع أن تحقق مشاهدات عالية جدا نظير تواجد إمام عاشور. المنتخب الوطني يطير اليوم إلى الكاب فيردي لمواجهة الكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب. كل التوفيق للمنتخب الوطني وتحقيق نتيجة إيجابية. حسام حسن قرر إراحة كل من عمر مرموش ومروان عطية وتريزيجيه من رحلة السفر وإن هم يلعبوا المباراة القادمة أمام بوتسوانا في القاهرة إن شاء الله. منتخب مصر في الصدارة ب 12 نقطة، منتخب الكاب فيردي بثلاث نقاط. كل المصريين ينتظروا مباراة قوية من المنتخب الوطني إن شاء الله واستمرار مسيرة الفوز مع العميد حسام حسن. لايك وشير وسبسكرايب يوصلك كل ما هو جديد ومتابعة لصفحتي على الفيسبوك.